السلام عليكم. هذا نداء للإخوان تاعنا الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف المحتجزين، الإخوان تاعنا الصحراويين اللي هما من أصول مغربية، اللي طال الزمن ديال أنهم يوقع عندهم الالتحام ويعيشوا الحياة العائلية ويعيشوا الحياة الأسرية ويعيشوا المحبة ديال الوطن وديال المواطنين المغاربة اللي هما خوتهم اللي هما كيحسوا بهم كيتألموا من أجلهم منذ عقود. دابا رحنا داخلين قربنا ندخلوا في العقد الخامس. طبيعة الحال اليد البيضاء الممدودة من المغرب الجارة الجزائر من أجل طي هذا الملف هذا وطي هذا النزاع هذا والتفكير بشكل معقل للمصلحة ديال الشعوب المغاربية وخصوصا الشعبين المغربيين والجزائري اللي عندهم روابط عديدة أكثر من هذا الخلاف المفتعل واللي السبب تاعه أثبت الواقع وكذلك التاريخ والأحداث بأنه إنما المسؤولين الجزائريين إنما هما مستغلين من طرف الخصوم ديال المملكة اللي كيفكروا تفكير أكبر من الجزائر وأكبر من المفكرين ديال المسؤولين الجزائريين ديال أن المغرب بالواقع هو المؤشرات كلها كتبين بأنه دولة قوية ودولة لها تاريخ ولها جذور ولها رصيد ولها فلسفة ولها تطلع ولها قيمة في المحيط تاع المغاربي وكذلك في المحيط تاع القاري والإفريقي والدولي. المؤشرات كلها كتثبت بأن المغرب اليوم ماشي هو المغرب ديال 1975 أو 1950 ولا 1960. المغرب اليوم ماشي هو المغرب ديال 21 سنة فات. المغرب اليوم مغرب كيأمن بالمعادلة والمبدأ ديال رابح رابح وكيأمن بالمعادلة ديال التعامل بالمثل وكيأمن بالمعادلة ديال الوضوح في العلاقات الدولية وكذلك عدم التدخل في شؤون الغير وكذلك الخط الأحمر ديال شي حد يدخل ليه في الأمور تاعو الداخلية. الدعوة اليوم لمن الإخوان تاعنا في تندوف. المغرب يحاول بكل الإمكانيات علنا وإنسانيا ومن خلال الشعب من خلال الشعارات من خلال النداء من خلال المبادرات على أنه يكون مع الإخوان في تندوف بالقلب ديالو بالخاطر ديالو بالرغبة ديالو لأنهم يترفع عليهم هذه المعاناة اللي كيعانيوها. الظروف ما ساعدتش على أنه الإخوان تاعنا في الجزائر يعرفوا بأنه الزمن إنما كياكل من القدرة ديال أننا نمشيو مجموعين مرتاحين كسكان جزائريين ومغاربة بدون ما يكون معنا أي داخل آخر بغاية أنه يربك العلاقة هذه اللي هي علاقة عندها تاريخ قديم جدا اللي كيجمعنا مع الجيران تاعنا الجزائريين أكثر من اللي كيفرقنا. ولأنه العالم أصبح قارية صغيرة ولأنه العالم الرقمي يسر المعلومة وانتقالها وأصبح كيفضح هذيك الأكذوبة ديال أنه المغاربة في الجنوب ديال المغرب بأنهم كرفصين وأنهم عدبين وأنهم حرم الحقوق تاعهم وأنهم خارج منظومة الركب ديال العالم وديال التطور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. اليوم بمقارنة بسيطة جدا ما بين المدن المغربية ولا الجهتين المغربية ديال الداخلة وديال العيون مع تندوف هذه بان بأن هناك فرق كبير فرق كبير. ناخذ مثلا ناخذ مدينة العيون مثلا ولا جهات العيون الى جينا نشوفوها من حيث الجانب الرياضي نتلقاو المنشآت الرياضية العصرية لرفيعة المستوى اللي أصبحت تضاهي منشآت عصرية العالمية. نتلقاو بأنه مدينة العيون كتحتضن بطولات دولية عالمية على طوال العام ونتلقاو بأن ملاعب القرب أصبحت تشكل مكون مكونات الأساسية ديال كل أحياء ديال المدينة وهذا شيء بسيط جدا اللي يمكن لأي واحد يدخل الموقع يوتيوب ولا يدخل جوجل ويدير مدينة العيون منشآت رياضية تعطي ليه بأن مدينة العيون قدرت على أنها تخلي الحضور تاعها حضور قوي إفريقيا ودوليا. نجيو على مستوى الاقتصاد تلقوا بأنها مدينة وجهة عرفت أنها تسوق بأنها كتعتمد على الاقتصاد الحر وخلقت فرص ديال الاستثمار لا في العقار ولا في التجارة ولا في البنية التحتية
ولا في الأشغال العمومية، وخلقات فرص للأبناء المنطقة بأنهم يأسسوا شركات وأنهم يأخذوا دي ريفيرونس وأنهم يشاركوا في صفقات وأنهم يطوروا من حيث العطاء تاعهم لا المهاراتي يعني المهني ولا كذلك المادي. وهذا الشيء هذا خلى بأن مدينة العيون من حيث البنية التحتية للفنادق كنطلقوا بأنها عندها فنادق مصنفة وأصبحت قبلة سياحية كنوع من السياحة اللي ولو كل شيء العالم كيتوجه لها، خصوصا المغاربة ديال الداخل اللي بدلوا من الشمال ولا كيمشيو للجنوب. والدليل وهو انه عدد الرحلات الجوية اللي ممكن لك انك ما تلقاهاش في اليوم او في يومين او ثلاث ايام بحكم انه كاين الضغط على والاقبال على الرحلات الجوية من مدينة الدربيضة ومراكش واكادير وباقي المدن مدينة العيون. فيها مطاعم فاخرة، فيها شوارع كبيرة، فيها إنارة يعني حديثة ومتطورة وكتماشى مع العصرانة وحسن تدبير الطاقة فيها. أهم شيء وهو أنه النخيل أصبحت مدينة العيون من حيث تصنيف ثالث مدينة في العالم من حيث عدد الأشجار ديال النخل اللي كاين فيها، من حيث البنية الطرقية فيها مختلف الشوارع، كل مختلف الشوارع مدينة يعني واسعة ومعبدة وفيها جميع المقومات ديال الشوارع المعصرانة، بمعنى أنها تستطيع أنك تكون كتجول في مدينة العيون وأنك ما ديش تيق بأنها مدينة في الجنوب، وإنما مدينة تضاهي المدينات الأوروبية وتضاهي أحسن المدن العربية وكذلك المدن الكبيرة في المغرب. هادشي هذا كله كيساعد على أننا نقول بأن مدينة العيون نموذج يحتذى به من حيث المطار الدولي اللي كيستقبل الرحلات من الصباح حتى العشية، عدد رحلات ممكن يتجاوز العشرات ديال الرحلات، كذلك العمران، البنايات، عمارات، الفيلات، تجزئات سكنية اللي كتطبق فيها معايير ديال قانون التعمير بحذافيره، السكن الاقتصادي المتوسط الرفاهي اللي فيه الرفاهية. بالتالي هذه بعض النماذج كتبين بأن مدينة العيون تؤشر وتعطي مؤشرات بأنها مدينة حديثة، مدينة قادرة على المنافسة، قادرة على الاستقطاب، قادرة على أنها تضاهي باقي المدن الكبرى في المغرب. ولا جينا نقارنوا الجهه الاخرى اللي منطقه تندوف انطلقوا بانها منسوب لها بانها مخيمات العار، منسوب لها بانها تفتقر البنيه التحتيه، تفتقر السكن اللائق، تفتقر التغطيه الصحيه الملائمه، تفتقر الفرص ديال الاستثمار، تفتقر الفرص ديال العيش الكريم، تفتقر بزاف ديال الامور. وهذا اللي كيخلي بان الساكنه ديال تندوف مساكن متضمرين، مقهورين، محتجزين، بعيدين على العالم، محرومين من انهم يكون عندهم انسانيه كامله، ولكن يستغلون عن طريق المساعدات الدوليه الانسانيه التي تقدم عن طريق السعايه ديال الجاره الجزائر دوليا، وكذلك بتسخير هذوك الرجال ديالها من بوليزاريو من اجل جمع الاموال والاستفاده منها على حساب ساكنه تندوف. لهذا كنعتبر بانه المغربي لك اليوم ما في المبدا ديالو بانه كيامن بانه الدور تاعو يجب ان يكون دورا ايجابيا، وكذلك كيامن المغرب بانه لا يتنازل على الحقوق ديالو. ولك المغرب كيمد يديه من اجل التصالح، كيامن بانه كيعرف شكون اللي هو عنده سوء نيه في قبول ما معنى التصالح والجلوس على طاوله الحوار. الجريده الاسبانيه هذه واحد 3 ايام كتحكي بشكل غريب وعجيب وواحد الرصد ديال القوات المغرب، وكذلك واحد النوع من النبره ديال التهديد بانه المغرب ذاهب الى ما وقع في بلدان اخرى. وهذا طبيعه الحال كيزيد يقوي عندنا وكيفرض علينا على اننا نكونوا كنخاطبوا بعضياتنا من خلال الخطاب ديال التضامن الداخلي، من خلال الخطاب ديال التوعيه وخطاب ديال الدفع بالاحساس المشترك ديالنا، كيف ما بغات تكون الفئات تاعنا، قاريين ما قاريين، فاهمين ما فاهمين، متوسطي الدخل، منعدمي الدخل، لاباس عليه في الوطن كنتقادوا. وكنقولوا بانه خصنا نعرفوا بان الخصوم ديالنا كيحقرونا لاننا حنايا بالنسبه لهم لا شيء، ولكن حنا القيمه ديالنا عند ريوسنا والقيمه تاعنا مع الدوله تاعنا والقيمه تاعنا مع الرموز ديال البلاد تاعنا والقيمه تاعنا مع الوطن تاعنا والقيمه تاعنا من المؤسسه الملكيه ديالنا ومع العسكر ديالنا ومع المثقفين ديالنا ومع رجال القانون ديالنا ومع رجال السياسه ديالنا ومع الخارجيه ديالنا، قيمه موحده كتخلينا باننا نكونوا في صف واحد، وان يكون عندنا الخطر ديالنا ويكون عندنا النفسيه تاعنا ويكون عندنا المورال ديالنا
اكبر مما يمكن يتصوره هذاك الاخر، وهي القوه اللي غادي تخلينا بانه نعطيو الاخر باننا اكبر من ان يؤثر فينا مقال او مقالات او قناه او اذاعات موجهه لجهه ما من اجل التاثير على هذا المسار اللي غادي في المغرب. ونؤكد بانه حنايا مع الدعوة الحقيقية والصادقة بأنه الإخوان تاعنا المغاربة من أصول مغربية اللي هما في تندوف ما عليهم إلا أن يعلنوا للعالم كل الخروقات اللي كاينة عندهم، يعلنوا للعالم بكل الوسائل بالواتساب بالفيسبوك بالانستغرام باش ما كان عندهم الخروقات اللي كاينة عندهم والمعاناة اللي كاينة عندهم، يعلنوا للعالم بأنهم صافي وصل السيل الزبا، وصل السيل الزبا، وصل حد الموس العظم بأنه كفى من هذا الاستغلال ديال 50 سنة تقريبا الإنسانية ديالهم والحرمان تاعهم من أنهم يرجعوا الوطن ديالهم، ونعطيو جميعا الفرصة ديال أن نلتحموا ولو عن بعد من أجل جميع المعطيات اللي تخلينا بأن نضلوا على حرية المغاربة أو من أصول المغاربة والصحراء من أصول المغربية المتواجدين بتندوف من أجل تحريرهم وعتقهم من الوضعية الكارثية اللي هما فيها، ومن كذلك الاستغلال البشع الذي يقوم به اللي ما كيشبعوش من أكل أموال الغير ويعيشوا على حساب إنسانية الغير. هذا هو النداء تاعنا الإخوان تاعنا في تندوف، ونقول لمن لا يفهم ما معنى اليد الممدودة بالبياض، يعني يدينا بيضة على أننا نتعاونوا بأننا لا نقف عند سوء فهم تاعكم ما معنى النداء من أجل فتح صفحة جديدة، وإننا كمغاربة قادمون وسائرون من أجل النهوض بالمغرب ليكون ضمن مصاف الدول التي تعطي من ناحية الإنسانية ومن ناحية التعاون ومن ناحية حب الخير الدرس الكبير، وكذلك لنعطي للجار الجزائر المقولة اللي كتقول اللي ضارو من الجاج ما يضربش بالحجر والمغرب جبل ما يهزو ريح. وهذا هو نداء اليوم الإخوان تاعنا في تندوف.